أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد المكتوم تعديلا وزاريا شمل تعيين عمر بن سلطان البالغ من العمر 27 عاما وزير دولة للذكاء الاصطناعي. وأشار الشيخ محمد بن راشد أن التعديل جاء لتجديد الأفكار ومواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تشغل أولوية لجميع أبناء الإمارات، معلنا في ذات الوقت عن انضمام وجوه شابة جديدة وبعض التغييرات الهيكلية. شملت التعديلات الوزارية تعيين سارة الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المجتمع، وناصر بن ثاني الهامري وزيرا للموارد البشرية والتوطين، ونهيان بن مبارك وزيرا للتسامح. فرضت القوات العراقية سيطرتها على حقول نفط عين زالة ضمن ناحية زمار شمال غربي مدينة الموصل بعد انسحاب قوات البشمركة منها. وأوضح المقدم رائد جوهر الضابط في شرطة محافظة نينوى أن الجيش العراقي أعاد انتشاره في محيط الآبار النفطية وشركة نفط عين زالة. لقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه انتحاريون ومسلحون على مركز تدريب تابع للشرطة في مدينة غارديز وسط أفغانستان. وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم، كما حملت مسؤولية تنفيذ الهجوم آخر في مقاطعة غازني المجاورة، ما أسفر عن قتل 30 شخصا. على الرغم من أن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات تتميز بنكهتها اللذيذة، إلا أنها مرتبطة مباشرة بزيادة الوزن وتفتقر غالبا للألياف، ما يسبب عودة للشعور بالجوع بعد وقت قصير من تناولها. وقال خبراء التغذية إن التخلص من الرغبة بتناول الكربوهيدرات يتم عن طريق استبدال تناول الكربوهيدرات المعالجة بالكربوهيدرات الكاملة الغنية بالألياف والتي لم تتم إضافة السكريات إليها. توجد تلك الكربوهيدرات الصحية بالحبوب الكاملة وبالخضار والفاكهة. وجدت دراسة جديدة ركزت على 90 نوعا من الدلافين والحيتان وخنازير البحر قائمة من السلوكيات المميزة، خلصت إلى أنه كلما ازداد حجم دماغ هذه الكائنات ازدادت حياتها تعقيدا وأصبحت أكثر شبها بالبشر. وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن فرضية الدماغ الثقفي قد تطبق على الحيتان والدلافين والبشر، علما أن الفرضية المذكورة ترى أن ذكاء البشر تطور كوسيلة للتعامل مع المجموعات الاجتماعية الأكبر والأكثر تعقيدا. قال رئيس نادي ريال مدريد إنه لا يستطيع أن يتخيل الدوري الإسباني لكرة القدم بدون غريمه التقليدي برشلونة. وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني قد أكد أنه سيتم طرد الأندية الكاتالونية وهي برشلونة وإسبانيول وجيرونا في حال الانفصال. يتم الموجز، شكرا للمتابعة.